القهوة كانت لطيفة. وما نعرفوها عليها. شعلت اللايف بكري اليوم؟ والله؟ ها؟ واش هو؟ هذه القناة كيبغوا نقولوا الله. الله ينعم. قرب العظيم إلا فيها لاقين. فيك لاقين. بالله وقفت عندي باب دورو ما جات. لاقين. تبان لي بحال البوقان تاع الورد. بحال البوقان تاع الورد فوق الفيترينة. والله تعرفي بلي جلست هنا دورو ما دخلتش. راني نشوف انت نهار كامل وانت مقابل هذا الباب عريضة ودورو ما دخلتش. والله دورو ما دخلتش. فين واش البارح واليوم كاع السيد جا بغى يعطينا واش قال لي هذاك علم كان يسول؟ قال لي بوعزه هذاك انا عاد فهمت واش تبغى بغى يمثل دخل السيد والله يا اخوتي دخل السيد وبحال يمثل بالله راه يعطينا شي حاجه وجلس على الكرسي وهذاك الاخر اللي كان يكتب بالورقه هذاك ولد صادق الله يعمرها دار هذاك ولد صادق النيه ديالو صادقه هذا والاخر جاي يمثل علينا هو والاخر اللي موراه اللي موراه لا اللي موراه بغى يدير الصدقه بصح هذاك لاعب الدور ديال هو يقودو هو يوري له لا واحد اللحظه اللي كان منا واه شاف واحد بحال نص واه ها بحال نص قال له ثبتوا قلت له روحوا لا انا فين علم كان يسول دخل هنا والناس يستناو هو عنده اخوتي اللحيه بيضاء ياكل اللحيه بيضاء عنده شوفي شي واحد راه اخويا راني في اللايف الله يرحم الوالدين ما نقدش نجاوب واه تعرفي عنده بحال لحيه بيضاء وبحال اللي مثل بحال اللي راه يعطينا الصدقه ياك ولا خرج قال لك يسولوا هذاك مسكين مور هذاك عنده النيه الصدقه والخر يسوقوا وي سوقوا واش تسوقوا شكون انت انا كاين هنا كاين السواق اللي يسوق انا لا الرزق الرزق يقول لك اعطيها الله اعطيها الله اعطيها الكلب ونويها الله ها واه واه انت واش الثقافه ديالك جاي توري للناس ولا انت تقود وما يعرفش ما عندوش عينيه ما عندوش ودنيه ما عندوش الا هذيك راه تمثيل هذاك حاكمه مثل علينا جا دخل عندنا مثل علينا وجلس على الكرسي وبين بحال هذه يعطينا شي حاجه ولا خرج مشارك انا عزك الله تعالى عندنا واه هو يمثل علينا بين الله يعطيك بصح حكيمه والله اختي حكيمه والليك بطيح والله الا ظليك بطيح هذا القنت دعوه شوف ابو حمد اروح شري شوي شري شويه الجاوي وجيب جيب 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 القنفوش واش نو نقل؟ تحرك شويه لا كوني تحرك شويه كنت ماشي بارك يا ويل انت لصقتي ولصقتيها لا انا لصقتيها تعرفيهم من يومين دور خصنا الناس تجي توكل الخبزة كيما هذا قال لك واش خصتكم قلت له خصنا الا بغيت دير جوج دجاجات جيب 70 دجاجة ولا بغيت دجاجة وحدة دير 35 دجاجة وجيب 4 كيلو تاع السكر وجيب 3 كيلو تاع القهوة وجيب 3 كيلو تاع القهوة وجيب 8 تاع اليدين تاع الحليب 6 يترو أو لا لا هذو على القهوة هادشي وجيب البيض 10 تاع الحبات اللي 10 في 30 ماشي 10 12 في 30 12 حبة تاع البيض في 30 وجيب الفرماج 5 ديال 96 تاع 6000 فرنك وجيب كي سميتو الطعام 8 تاع اليدين تاع 5 كيلو وجيب معاهم كيلو زبده وجيب معاهم واه والحرير جيب 2 كيلو عدس 2 كيلو حمص 2 كيلو فول ونص نتاع بوا كاسي ها هو الحليب يتزلع الخير يا و 4 تاع القوطة تاع الطوماطيش 4 تاع القوطة تاع الطوماطيش و 6000 فرق ديال الربيع مخلطة واه واش تفخر ثانينا عندنا وصافي وروح دير الفطور مالك اسهل ما تعطينا فلوس روح جيب حط الريفيطاي ما حط الحريره وحط القهوه حليب والبيض وحط ولا شقد كدير 3 تاع الدجاجات ولا زوج ولا وحده واه واه الله عليه يبقى البركات قالوا
الحمد لله. انت فيها المرام اليوم هذه فيها البطاطا هذه فيهم فيهم دجاج حاجي شوية مازال انا غير بغيت نفوج لا هي الناس الساعه انا بغيت نفوج واش على هذا اللايف غادي نحذفوا يا بارطاجيو معايا اخوتي الله يرحم الوالدين لان غادي نحذفوا في التعليم غاديش نخليه كاع الله فتره يحكموا صافي ما بقيتش نخليهم خليت واحد بركه واحد راه تما يبين النشاط ديالنا بارطاجيو معنا اخوتي الله يرحمكم الوالدين وهذه بارط هذه واحد قط بارطاجيو تلقاو معنا واحد المده زمنيه محدوده وغادي نحذف ما غاديش يبقى في الحساب اللايك ديالنا راه عند السيد وهذاك جاء نتاع اونيون 24 ولا هو دار تسميته راه الناس بارطاجيو شات تسميته واه بعد هاد خوتي رانا واصلين 100 ورانا غاديين في 100 وش 100 350 رانا غاديين نفوتوا والعدد اخوتي ماشي العدد ديال واخا العدد كيتنشر على الفيسبوك كيتقال هكا في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن عدد حقيقي عدد كاين في الطوابل محسوبين عندنا ماشي عندنا كاين بحال هذه ثقافة منتشرة كاين اللي كيجمع الحوايج ويصور ويقول لك راني نوكل راني نفوت غادي نوزع 700 قفة وغادي نوزع ولكن يعني شكون اللي عندها المصداقيه في هذا المجال هي السلطه اللي كتماركيش الشيخ كمالكي 30 درهم غادي تلعب الشكاكه ما عنديش النعناع النعناع تجيبي النعناع ماشي مليح النعناع يدير النعناع يدير لي غاز ماشي مليح يا انا نبغي النعناع واه النعناع ماشي مليح ماشي مليح ماشي شكون اللي ماشي مليح ماشي مليح النعناع ماشي مليح الشرب شوفي ضرب انت هي شوفي راه فيك في الذكايا شربي شربي قهوه انا والله الا بديت شربي قهوه بارك عليك قهوه شربي قهوه شربي شلاتي انت راكي كبرتي دوك خص ثلاثه يشربوا لي صغار حتى انت راك صغير وما عليهش امين شحال في عمرك يا حكيمه دوك اختي 70 80 الى 100 كبيره تبارك الله تقدر توصلي 100 عام الله يطول لك في العمر طلبوا ربي الله يطول لك في العمر قولي انا الله يطول لك ان شاء الله ولد معايا الله يطول لك في العمر هذه تبقاي معايا في عندنا خير عزيز عليك ولا ماشي انت هي ما تكذبش تسولوا احمد عزيز عليك حكيمه شحال عزيز عليك واحد شويه علاش شويه خص تقول بزاف حكيمه ديالي عزيز عليك عزيز عليك حكيم ولكن كيتنرفيك علاش واخا تنرفيك عزيز عليك زق عليك في الجمعيه بزاف بزاف كبرنا في الجمعيه بزاف هكا عايشين سبع ايام ديالها بحال الوالده ديالي بحال الما سمعت حكيمه قال لك كيجيك احمد دروك راه كتكلمي على احمد كيجيك احمد مليح انسان متواضع ويخدم مسكين مناضل جاء وصال فوق خرائط الزمن وخرائط الجغرافيا المحلية الإقليمية تهضري فيا زيد فيك إلا دورت عليا نعطيك على مراك الدور غدا بدلي القد الله يرحم الوالدين بدلي القد باش شويه واه ما ديرش العبسه عليا انا راني زوالي واش مزوالي حق ربي الهي ما انت يا ابو فناكه ذبحين انا شي خربوش لك لكون الخير حسن قال لك فيا الجنة ساكن في الطراب قال لك ضربنا الرجل وضرب حتى مرطي حسن يا ابن بالجلولة يا ابن يا من بالجلولة قال لي ابن بالخرافات كاين اللي امنوا والسحر كاين اللي امنوا بزاف واش راه اصحاب الخرافات راهم داروا لاباس انا بيلبسوا الوسواس
انا ما نامنش واش تا هو يا انا والله الا بالدار ديالي ما راني نضرب في الحس الروحي ما خافش بصح دريز بزاف دريز بصح ما نعمرش راسي ما نخافش الناس كاين بزاف اللي امنوا بالخوف انا كل مره اللي واش عندك ندير كاك باش تبان تخاف الموت لكن الزهر ما خفتهاش تكون اللي ماتت عندها مشكله خفتهاش كاع الله يرحمها ويسع عليك راه مشات للجنه اواه مسكين هذه كانت عايشه ودخلت بعقلها وكيت 10 فوت 6 تاع البوهاليات بين قوسين كانت بوهاليه بحال اللي ولات بحال اللي ولات بوهاليه لا انت دروت واش حسبت روحك راك نورمال اللي ساكن في وسطهم انا واش نورمال انا نورمال يا والله لا بوهاليه نجي نقدر انا نورمال انت اللي ماشي نورمال انا نورمال انت ماشي نورمال هاب ما درتوش معنا حاجه بس الوالد ديالك كان يدق مع الوالد انا نورمال انت ماشي نورمال لا ها الحاج تحياتي انا خويا عسنوس يا راك دار السي عسنوس تحياتي الله يرحم الوالدين خويا عسنوس كي داير الاحوال واه حكي معايا واه اهلا عسنوس كي داير الجار القدير لاباس لاباس يا بردي محمد كي راك المخازن بحال بحال بردي بحال اللي الرابحه تاع الرابحه ما تبالغيش انت انت وانت تبالغي بحال اللي العمر الله يهديك قولي له محمد السلام عليكم هاكي قبضي اللايف صوري الجورة قديمة الله يبقى يسلى يا مري الله تربى معايا يا محمد من الليل البدري خي تصور هريتي هوا هريتي هريتي أختولي أختولي لعدك نعم عملت 20,000 جد حتى للدري أتربوا معايا كنت ساكنة معاهم جيب وحده حمد اخويا لا تكون وحده تشبع حالك احمد اطمئن عليك ما معديني اه اجيب الماء جيب لا لا دي تفرق فوق الطواب لا محمد لا دير ستر من هي ستر دير هذا واش يغسلوا بهم علاش هادي غير خطوه ما دي اعتبر 10 سطوح الناس باش ما تتاخذش فيهم غير ونسر بهم احسب بشحال وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته شحال تما زين خلي حتى وحده لداخل كل شيء يخرج هنا انا بعدا طاروا البارح سبعه انا بدا احمد حتى حنا نخليو وحده في الثاني وحده في الثالث وراي داير نبداو بالناس عاد حنا التوالي حكي واش حنا مازال ما بديناش بالناس ونحسبوا راسنا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 محمد دي كل اللي الطبلة اللي فيها 10 دير فوقها وحده بدام 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 اللي ما بقالوش الشتا اللي جا روطار غير راه يمكن 23 زوج 6 8 10 12 20 23 هذه يبقى واحد 10 تاع الطوب وا بيان سو الطابله اللي فيها 10 عطي له واحد عطي لهم واحد انا نخلي لك وحده حكيمه ما تخافيش نجيب وحده تاع السيطره تبان لي بغيتي تبكي حكيم لا والله كرت بوان الله يرحمه الله يعمرها السلعه. امي عسلوس والله مات خازني مسكين. وراه من ما تراني حضرت له يعني. كنت غزم بدا ساكن. اه كي يدير والله. يا وزيدي هضري. واش راك تقول؟ ها هو القهوه راه تزلع. قلت لك بوان مسكين كان مرض شويه وطاح في ساليه ولا. اه مسكين الله يرحمه.
الله عقلت عليهم خاسني كانوا خاسني تما كانوا مساكين يدمنوا ما كان فلوس ما كان مال يوم الوضعية ديالهم تحسن شويه ومازال خصهم عاد خصهم مساكين اتصلت انا كنت دور كبير يديو خصهم الفلوس تاعهم والله انا تربيت معاهم عزاز عليا بكري كي كان بركانه حكيم بكري كان قلب الشمس كان الحلاوه ها هي زينه أهلاً لباس جمال كمين يا أهلاً مش رحمة الله نقول الله الله راني نعي نعاونونا نتم بلاد سلمو راني نعي شتي قبيلة ذاك السيد نعود الموضوع ديالو جاء تتبع عندك تجربة عندك المشيخة شوية تفهمي الناس انت فيقتني واه جاء فيقتني بصح فيقتني بحاجة كبيرة واه جاء كي جاوا شنو دابا هذه ظاهره انسانيه تناقش هو تصحاب له يعني تصحاب له قضاها ولا تصحاب له هو راه كبير في ذاك في في, 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 في في الحيله ديالو وتصحاب له الناس ما تفهمش دخل عندنا جامل هيه تمشى قعد هنا ريح على الكرسي واحد ريح بحال اللي جايب شي مساعده الناس اللي يتسناوه عنده اللحيه بيضاء بطا دار تقريبا واحد المينوت ياكي دار جوج مينوت ولا قالنا واش هنا الحاج حاج رمضان ولا ما عرف قال واحد السميه هذا الحاج رمضان واه ما كاينش كاع عندنا قال واه لا ما كانش هو كان الغرض ديالو انه خصو يعتب ويخطو الخطوات داخل الجمعيه هذاك هو الهدف قلت له ها هو الرئيس قلت له الرئيس ها الرئيس لا هو ما كان باغي لا رئيس ولا جمعيه لا هو كان باغي انه يبين بانه دخل للجمعيه ويبين بانه قضى جوج سوايع في الجمعيه وعطى الباب بظهره وتكلم وقال داك السيد يالله يعني واش داك السيد مولا صدقه نعطيوه حنا احتمالات وهذاك جاي يوري له في الثاني قال له بغى يدور ويدير جهه اخرى حنا لا ريش له بالراس ولا انه كانوا ناس بالراس السنة وهو قال له ما غادي ندخل الصدقه وهضر معنا وصرف لنا البرد وخرج هذيك طب الراس ولكن هاد الناس بحال هكا هاد النموذج هاد الشخص اللي يدخل عنده كاين بحالهم بزاف ماشي في الثقافه الاسلاميه حتى في الثقافه المسيحيه والهنديه هاد عباد الذين يعبدون الله ويشترون بايات الله ثمنا قليلا حتى واحد ما يدوم له والو بيان سويل بيان فين بيان سويل لا شيس كاين لا شيس اعطيهم الكراسه اعطيهم الانسان الافريقي قال لك راهم هنا وهذاك اللي داهم الموت ما ردهمش رد 60 الموت ما جابهمش كاع ايوا واش تعميو ها وحنا وحنا خيمه وقال لك الموت وقلنا له ديه ديه ها هو داهم الموت وحنا قتلنا موتنا معليش هادي يجيبو منك هادي قلت لك هادو بحال هادو انا ماشي هادو اللي سمعي خل ما تقاطعينيش ونعطيك الكلمه شتي بحال شاوما روح جيب لهم كراسي ولا صيفطو يجيب تاع الجمعيه راه كاين في الجمعيه تما واحد 50 كرسي قلت لك بحال هادو الناس اللي راك اللي يشريو بكلام الله سبحانه وتعالى يتراسيو اللحيه والحيه والحديد وكذا وضاربين يديهم والله انا ضاربين يديهم في الزكاه ضاربين يديهم في العشور ضاربين يديهم في التدواخ ضاربين اول كي تشوف يدخلوا مطراسين اللحيه ودار قلبه وقال رسول الله وقل سعدنا مينوت وعطى بالظهر ودارنا مسرحيه ميميه ها دار مسرحيه ميميه بلا ما يرقص بلا ما يوقف على صباعه كيما ديك ويصيح وجا سالت هذا شنو بغى انت وانت ثلاثة ديال الرجال تبارك الله باللحيه انا عمل الخير لا يحتاج باش انت تجي توريه لي وانا مشي لراسي وندير عمل الخير قلبي قال لي صافي شفت لي القيمه هاك لا روح نوري لك هنا يجي الخير هنا ما يجيش الخير لا هنا الخير هنا ما الخير وانا صفتكم الله تعالى انت راه فيك انت فيك الصفات نتاع الاولياء والاتقياء باش تقول لي انا الدل على الخير كفاعله هذه الدل على الخير ودي انا ما ديش بحال هكا نقول والله الا بسالو ماشي على مستوى مدينه بركانه ويقنين بركانه والمغرب في العالم هذا ربي سبحانه عز وجل هذا تجار الدين هذا التجار تاع الدين هالتجار اللي كتجروا هكا في المآسي هاد عباد اونتي خريستوس يعني الصراحه الناس تاع الناس اللي عندهم هو المثقفه متواضعه كيفهموهم الناس اللي كانوا يمشيو في الفلسفه كيعرفوهم بليه راكب لك على الدين ويزعرت واما يا اما راكب على هاد الاعمال الخيريه
ومربي اللحيه كما كان يقول عمي الله يجعلك كي العتروس اللحيه مدليه والله يجعلك كي العتروس كان ديما يقولها عمي الواحد ما شفت هاي شفت قلت له وعدتني لا شفت لا في هذا راني معك علمها هاي شفت قول له ولدها شا هي انا والله حرام يا زيدي قولي راه مخلوق واش انت واش عندك روح مشي تحكي ما روح تهضر معنا جلس انت راك مسكون جلس يا جلس واحد هرب المرميطة حنا راه غير نصادنا عندنا 40 طابلة عندنا 40 مرة 4 طوابل غير نصاد وداك وانا غادي نجيبو عبد الرقيات ندرقو لان كاين اللي يحشمو عندهم الحيش اللي زعما فيهم الحياة عندهم الحياة تعبانين سناسن ونتاع الصنهاجة وديال وديال النساء الصحراويات وديال النساء البوذيات الهنديات وديال المسيحيات كوماسي كوماسي حنا ديما كوماسي وهذا باسم الدين جا هنا راه وغنى راهو غنى باسم الدين وما اكثر من قبلني غنمر فيا جمال واه جودا جمال جميل قالت وحده الله يعطيك الصحه على المجهودات اللي راه تقرأ كي داير اش مه والله الا راه غير جالسه اختي هنا قرب جالسه ومقابلين والله ما دير حاجه نقولها كنيشه غير تغرف والله الا تغرف تعرفي وملي قبضتني على الباب لاقي ندور وما دخلش انا راهي تشني تقول هذه يجي واحد يعطيني شي 10000 ولا شي 5000 غير البوطات واه راه كاين البوط تقول لك شي 10000 ولا شي 5000 واه قد الحال والله الا عاد ما عندهم الصابون لطيفه كي دايره صاحبتك راكي تخمي ها والله الا اي كعمي شوف يا لطيفة تدمرح رحمة تدمرح حكيمة مسكينة يا رأي حكيمة أعطيها المغرف التالي يا وانتي قشرتي البطاطا وما قشروا خمس سنة دقاء لنا مش عقلت قشرتي انتي والله إليش قشرتي باسينة فتي باسينة كان يوصلوا ويخووا والصحة رحمة قشرت معكم شي صندوق رحمة صندوق رحمة حكيمة نيشا صندوق قشرتي انا ربي واش رحمة انا رحمة رحمة عندها المعيز تعرفي تدير القشور تاع البطاطا تبالي ديك البطاطا تقشرها 3 سنتيم ما تضربش القشور اسيدي حنا نديروها غادي نديروها كيلو روب هادي ديك البطاطا غير نغسلوها نديروها بقشورها اي بالي القشور غليظ رانا حنا ناكلو المعيز ياكلو راه يدير هذا راه مسرحي وراه يدير علينا المسرح حنا الجمعيه والله انا كلش ياكل بنادم ياكل المعيز ياكلو الكلاب ياكلو والله الا ياكلو حتى النار تاكل المغاربه ياكلوا لي زافريكا ياكلوا والله العظيم ديما نكونوا حاصلين وربي سبحانه عز وجل يسلكها والخيمه ديالنا عندها عندها الناس اللي باغيين يفككوا لها الحبال باش تطيح اللي يشبوا فينا لان عندها 19 عام اخوتي هذه الخيمه راه 19 عام وراكم تعرفوا اخوتي راها راه حتى انطلق المثل يقول لك ما دير خير ما يترابس علاش لان يكرهوك في الخير انت داير خيمه غير نشاط غير نشاط وراهم داروها باش يجمعوا الفلوس الواحد الواحد شوف تعرف البوش تاع البوش تاع الدبره معمر البوش تعمرو باللويز كيقولوا ديك الاغنيه انا طاح اللويز انا احنا ندورو عليه والله انا تعرفي انا رانا ندورو غير على اللويز تعرف اللويز اللي راه هنا ما تصورش واش راه هنا تاع الخير اللويز تاع الخير اللويز تاع منظومه القيم اللويز ديال هذا التواضع والارتماء في وسط الطبقات الهشه اللويز نتاع انك راحل وراحل وما تبحثش على ان بدي ما تبحثش على انك تبان واحد الصوره اللي صوره كبيره غير كلما تواضعت كلما احسست بروعه الوجود بدي حكيمه وبدي بدي غادي نقلب عندك الكاميرا انت حكيمه تعرف راه لابسه الاحمر بحال الورده تبارك الله الله ورده ولكن ورده ولكن درك كبرتي خص شي قبع اللي مسكين يقبل باش تغرسي له الشوكه في الصدر ويبقى يعطيك الدم باش تزيد تبقى قبع يضحي من رجلك ما كاينش كون كنتي فاكان صياد جبريه كاين
الكيسان احمد راكم ديروا كيسان كبار والكيسان عام والكيسان تاع الميزان واحد. المباشر ديالي ما راهش مليح يبان لي الرقم لاصق. معليش بارطاجيو معنا خوتي الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو معنا عطيو الديناميه والحيويه لهذا النشاط. وانا في التالي غادي نسوبريمي هذا اللايف، غادي نسوبريمي يعني البارطاجيو، غادي تبارطاجيو معايا لواحد نصف ساعه ولا وينتهي تنتهي هذه الدعوه وينتهي هذا النشاط اليوم. بعد يومي روتيني، كلمة روتيني كنا نسمعوها في الحي اللاتيني عند سهيل إدريس، كنا نسمعوها عند حيدر نسمعوها في المؤلفات الفكرية، وحتى ردها التيك توك والفيسبوك، ردها الكلمة نشاز، يعني الإنسان يستحي من استعمالها روتين. وهي روتيني كلمة وازنة استعملها كثير من المفكرين والروائيين والفلاسفة، ولكن احنا حاليا المصطلح كينتقل بواحد المصطلح في واحد المجال اللي هو مجال يعني معقد بالإشكاليات، مجال عويص بمختلف الإبستيميات المعرفية، الواحد المجال سطحي وربما مقعر وسط مستنقع من كل التعبير قلت من الواد الحار حريرة زينة وبلونها ومداقها واش هو العام مازال الحريرة ما درناش فيها الحين ندير فيها التنور ولا الجنة. هما تتزعم عليها قبل المغرب في البداية حريرة ماشي الزعاقة حريرة، يعني اخوتها السفورية راه تاع زعفران والله وتحكوا 40 عام لا نقلعت اشوف فيها وكومونسيون ماشي كل ما مسؤولة. اروح حتى راه عطيه المال للناس كاع ما محمد درتوهم ها هما باقيين زوج لما اسمح لي هما زوج هنا دير المال للناس دير هادو اريد دير ما فرق الناس روح جيبهم نشوف اللي ما عندهمش دير وحده وحده كل وحده بوحدها عطيه المال هما زوج محمد شكون اللي ما عندهمش وانا كاين اللي ما عندهمش راه الطواب راه باين شكرا اريد روح دير الطواب هنا هايك الطابله ما عندهمش واعطيني او دير عندك لي زافريكان اعطي لديك الطابله عند لي زافريكان دير لهم وحده دوك النساء الافريقيات اعطيني دير وحده دير يلاه دير عند 10 اللي من تما عندهم شوف منها هيك هذيك الطابله وهاد الطابله بان لي المباشر لاصق خيمه هنا كارو تاع الزبل هنا كون غير تهزوا علينا الشركه تديها لنا روح ادميه راهنا 300 و... الله يرحم لكم الوالدين مناشده للمجال الناس اللي راهم مهتمين بجمع النفايات والله الا ركحزوا علينا هذا ولا جيبوا شي واحد جديد لان كاين الناس هما شوف كياكلوا والبيدو تاع النفايات عليه ما وحتى واحد راه جاي ياكل عندنا وكفين حط الكرفي ديالو مسكين الله يحسن له يعني خلط الكرفي في الظل الحريره على الكرفي خلى الكرفي تما غامر عندو تما واحد 5000 ولا 6000 كان نقلع المغرب عاد نهز الكرفي ديالي وهذا كذلك عنده كرفي هو يجمع هذاك الروسا مسكين كوبري تا هو راه يجمع الكارتون وما عرفوش تا عنده هنا ما احسن العون هذاك ثاني عنده كرفي على 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 ساك على 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 هذا عنده الكرفي يعني يشوف فيه الكانيطات يعني الناس اللي يجيو هنا ساكن يعني يعني ماشي كاين ناس ضعافه كاين ناس فقراء علاش كان الناس قلت علاش هاد اللايفات الروتينيه اليوميه والروتينيه بالمفهوم الايجابي باش نتساعدوا لان كيجيك بحال هذا هو بون بيسكليت ها ايوا قرا انت البيسكليت ديالو بلا ما نوريك قرا هو واش تهزا ربما عنده جوج جنيه خمس جنيه ولا 10 جنيه ولا معزه ولا زوج ها هو حتى الجلبان القشور هز القشور وجايبو هنا كرسي مسكين باينه كيضرب واحد المسافه على الاقل واحد المسافه تاع 10 كيلومتر ولا اكثر لان بالكرسي شو السمونيه كي داير كي اللي قويه تاع البوكس الكرسي يعني باش ما ينضبرش باش يعني بيدالو وسلسله عاديه ما فيها لا فيتاس ولا يعني ناس يعني ناس خيمه يعني طويله الخيمه راه فيها قريب زوج وحده ملاصقه واحد مع وحده راه فيها 41 متر هذه المسافه والعرض ديالها راكم تشوفوا خوتي من الطرف للطرف العدد تاع الطاولات راه كاينين حاليا كاين 34 طاوله اللي كاينه 35 طاوله وكاين العدد ولله الحمد
يعني عدد ماشي هادي نقولوا عدد هكا في الخيال في اليوتوبيا عدد على الارض اخوتي اروحوا هنا تشوفوا العدد واللي نجزمكم بان هذا العدد كله هش كله فقير كله محتاج الى الصدقه وكله يستحقها باذن رب الملكوت الذي لا اله الا هو رب السماوات العلى. شي واحد راه يصوني خويا الله يرحم الوالدين استسمح راني في المباشر راني في المباشر غير سمح لي بزاف الله يرحمك الوالدين يمكن 38 الى ما خانتنيش الذاكره تاع الباشا اللي كان هنا يمكن السي العلوي استسمح منك السي العلوي السيد الباشا ربما انا قلت الرجل الطيب اللي خلى بصمات هنا طيبه وواحد واحد الفرح كبيره وعكا درت معاه الفاتحه جوج مرات فاتحه مور فاتحه درت له واحد الفاتحه الاولى ودرت له الفاتحه الزوجه وتخلطت لي الفاتحه نتاع السي عكاوي مع بعض الانتقادات الحاده اللي طلقتها وقطعت اللايف واخا عكاوي صاحبي ودرت معاه الفاتحه وكلش فتحنا معاه والحمد لله على الصحه والعافيه. خويا عكاوي نتفق معه ولا نتفق معه في مجموعه من الافكار اللي كيقولها الانتقاديه ولكن خويا عكاوي يبقى يعني انسان اللي كيحب المدينه ويعطي للمدينه ولو انه احيانا يدخل في انتقادات حاده جدا جدا ولكن عكاوي نتمنى له الصحه والعافيه مشى المستشفى زايد والحمد لله عدت سالما معافا متفائلا بصحه جيده. مرحبا بك اخويا عكاوي تفضل ونعطي لخويا عكاوي الكلمه دخل مرحبا وكنشكرك على المساعده اللي قدمتها للجمعيه وهذا من خصالك ومن طيبوبتك ومن رجولتك ونتمنى ان شاء الله باش تولي خويا عكاوي للنشاط. انا صاحبك خليك بالسياسه ولي المجال فيك المجال السينمائي ديالك والمجال الابداعي و تفضل داخل ونعطيك تكلم معايا اخويا عكاوي سلم على حكيمه البارح فتحت معاك سلم واه سي الصغير هو معنا عون السلطه جزاه الله كل خير نشكرك على المجهودات اللي درت معنا في السبيطار وغيرت لنا وجهه نظر ديالنا كنت انا كاع في الاول قلت انا واش انا الصغير ما يتساعدش معايا الساعه الوقفه اللي درتها ونعتذر لك بانك ودرت معنا مساعدات مهمه ولك الشكر والتقدير والاحترام جريت معنا في كلش الله يرحم لك الوالدين بارك الله فيك السي الصغير الله يرحم الوالد الله يرحم الوالد مسكين الله يرحمه الله يوسع عليه والله يجعل كل الخطوات اللي ديرهم هنا ان شاء الله يعودون بالدعوات الصالحه على الوالد ديالك الله يرحمكم الوالدين. كيقولوا الله يشتف لها راه كل مره مناقشه واه اسمع لها اسمع لها اسمع لها حكيم زيد قول لها الله يشتف لها راه الكيزه ديال بنيز ناسري يا بنيز ناسري ودرتي معاه الدعوه الله يشتف لها راه بنت جبل بحال هذا الرجال زينين واه عكاوي هذه القديمه يجي عندنا هنا يبقى ديما يجي عندنا هنا حاول هذه راني نقدمها لك هذه راها لطيفه هذه نقدمها لك هذه رحمه نقدمها لك حكيمه باللي جلست تما قلت لها هذاك ندور وما تخش لا يا خويا عكاوي باللي قبضت ديك الباب باللي قبضت لنا الباب الجافه قلت لها واه قالت لي جيب لي النعناع واه ها باش يكونوا اربعه نتاع النساء وخمسه ولا سته الشباب يسربوا 500 واحد راه ماشي سهله واه راه عادي تناوبوا راه وحده راه مقابله الجمعيه اللي مسكين الحاجه راه في الجمعيه اللي مقابل هنايا راه 500 واحد وهذوك اللي كاينوا ولا كانوا 30 اش من 30 35 راهم تما والمره عاد تصابينا بواحد الوباء ربي يسلك لنا وصالي تقابل 35 تما بحال اللي عندك تما 350 وهنايا راه 500 باينه حكي رحمه انا نغتنم هذه الفرصه تاع التواجد ديالي هنا باش لان انا كناكل لا ناكل راك مريض المرض انت روح منا بخير واه ادخلوا واش مشكل ديالنا انت ديما روح مالها روح واه ادخل واه تيلو عمري لا صاحبي روح اختي بلا ما خلي التليفون ديالي في الارض روح زيد خويا عكاوي وكما قلت انا كناكل وكنقول على انه على
خلي حاجة هو الإنسان يجي يساعد الجمعية لأنها كان واحد العدد كبير تاع المهام اللي عندها، ولكن أنا نغتنم الفرصة راه 500 واحد في النهار راه يقولها غير الفم الله لا يقولها، ولكن باش قومهم بالماكلة ديالهم وهذا كنوجه نداء للإخوان اللي في بركان إقليم بركان. بطبيعة الحال راه كل مدينة وكل لا حفير لا السعيدية لا كليم لا هذو كلهم دايرين المجهود ديالهم باش يفطروا الناس اللي ما عندوش يفطروا، ودوك اللي خدامين في الموقف وداك المتشردين هذو كلهم الا يستحقوا واحد المساعدة في هذا الشهر الفضيل. ولكن العين بصيرة واليد قصيرة والجمعية دايرة فيها دايرة مجهود اللي ما يتصوروش الإنسان، فلا بد ان الاخوان اللي موجودين عندنا في المغرب واللي خارج المغرب في اسبانيا وفي بلجيكا وفرنسا وهولندا والمانيا والدنمارك والنرويج وانجلترا وايطاليا واليونان والولايات المتحده الامريكيه وفي دول الخليج نطلبوا منهم المساعده. احنا في الجمعيه هنا ما كنقولوش اودي اعطونا الفلوس، لا، يمكن لك تتصل مع الوالد ديالك الوالدة ديالك خوك اختك عمك جارك والشرف اللي دار فيه الثقة اللي قدرت عليه انت تشريه يشريوه، يا اما يجيبوهما للجمعية يا اما يتصلوا بالجمعية نمشيو نجيبوه. احنا ماشي ضرورة تسيفطوا لنا المنضات روحوا شريو انتوما، ولا شريو انتوما اللي بغيتو، انتوما غير شريو وصلوا لنا والباقي نتاع المهام راه هنا الجمعية بتراسها البدري كان الوقت سميتها حكيمة ورحمة أعطي السيد يمشي يقلع المغرب حكيمة والكيب ديالها كان الشباب اللي هي والمجموعة ديالو اللي كيوزعوا كان الإخوان اللي كينظفوا اللي كتسالونا اللي كتسالونا حنايا هو عندنا الأمانة اللي صيفطوها سواء كانت مواد غذائية أو مشروبات ديال الحليب ولا ديال البن ولا ديال التمر ولا ديال الخضر ولا الوقود ولا ديال شريوهم نتوما نتوما تشريو وتوصلوا أو عيطوا لنا نجيو لديك البلاصة فين كاين ديك السلعة في الحال ولا في الدار نديوها. نديوها صحيح اللي ما عندوش شكون اللي تكلفوا بهذه المهمة؟ هنا الجمعية كتكلف، الجمعية كتكلف، وداكشي كان اللي بغاو نقولوا سميتو نقولوا، ولكن الأغلبية الشقيقة هو اللي بغى يدير الإفطار ديالو بالاسم ديالو مرحبا خوتي، اللي بغى يدير إفطار دعوات ديال شي صدقة مرحبا هو اللي بغى يدير صدقة على والدي اللي توفوا الله يرحمه بالإحسان. كاين كاين حالات فعلى كل أجد النداء ديالي لكل الإخوان والأخوات ما نبقاوش نقول غير هذا الشهر الفضيل شهر التسامح، لا لا التسامح والشهر الفضيل يتطلب منا جميعا أننا نقوم بواحد المهمة هي التكافل والتآزر الاجتماعي. ما يهمش واش غادي تساهم ب 40 درهم ولا 100 درهم ولا 1000 درهم ولا مليون، حنا عندنا كل شيء كيفكيف، اللي جاب شي حاجة مواد غذائية أو مشروبات ديال الحليب أو البيض أو حنا اللي جبتو هنا نجيبوه. صحيح. الشيء اللي تسال اللي تسالونا كذلك على أن يكون هذا الشيء منظم. راني إخوان ملي كتشوف عائلة كلها باها بأمها باهم بأمهم ولادهم يجيو عندك في الجمعية فهذا دليل على أنهم ما عندهم شي حاجة في الدار اللي غادي ياكلوها. ما عندهمش باش يفطروا، ما عندهمش باش يتعشاو، ما عندهمش باش يسحروا. إذن هي من جينا من العيب باش غادي نصوروا العدد ديال الناس اللي كاين هنا، غير غادي تشوفوهم غادي تدهشوا. صحيح. هاد الناس ملي كيجي هاد الخير، ولكن ملي كيجي هاد الخير الله راه كيشوف الله سبحانه وتعالى الناس اللي متطوعين في هذا العمل الجمعوي والخيري ورمضاني ربي راه يشوف. والله الى البركه تاع الله، والله الى البركه تاع الله، بركه تاع الله والحمد لله. والله الحمد لله، الله يرحم لك الوالدين خويا عقاوي، مرحبا بك مرحبا بك. صافا صاحبي يا هلا يا هلا، الحكيمه شويه خفيفه
تري حبيبي تري في الساعة 100 حتى حنا جبناهم ناس مساكين معانا معانا مرضى ديالنا والله الا راهم خدامين معانا راه هذا هو المكسب كتكسب دير المكسب انت تجيب 4 ولا 5 بالزنقه مساكين ما يعرفوا الالف من الباء من التاء وتجيبهم وتقدم لهم الادويه وتعتني بهم ورانا بيناهم في اللايفات الاسبق واخا حذفناهم قلنا اللي عندهم الاهل ديالهم يتصلوا بهم والان يخدموا كانهم عقلاء يسيربيو للناس وخدامين معانا راه مكسب مهم جدا اخوتي راه اطباء نفسانيين في علم النفس تخصصوا ربما لا يحققون هذه النتائج بكل هذا القول بحضر فيه نوع من الحضر والتريط يعني نتريط ونحن بها لنا اطباء وما يعطيوش الوقت اللي اعطينا احنا الخلل العقلي هنا اللي قدينا اننا 4 من الخلل العقلي حتى انهم يصبحوا يسربيو معاك وينظموا معاك وعاجبهم الخيمه يعني راه غير هذا انجاز انساني وربما هذا العمل يحتاج الى بحث اكاديمي جامعي متخصص في مجال الخلل العقلي وكيفاش هذه الجمعيه بناس اميين والاميين ماشي بمفهوم المطوله ديال الكلمه العبرانيه ولكن الاميين بالمفهوم العربي يعني لا يتقنون قراءه ولا كتابه يعني ويقد يوصل لهذا المعامله انه يعامل الناس ويقدم الحريره ويقدم الدجاج ويستوعب ويسمي ومن قبل كان لا يستوعب كان غارقا في اسنان داريه وبملامح عليها الحزن والفرح والغموض والإبهام والمشفرات والبياضات وانتقل لواحد طور آخر أنه الآن مندمج ما إيش نقول أنا مندمج 100% لأن هذه أطروحة نتاع علم النفس اللي فيها علماء كبار فيها كذا ولكن المهم إحنا بعد حققنا الخطوة الأولى ورسدنا واحد الرجل اللي كانت في التيه وكانت في المتاهة وقلنا له ها الطريق ها السبل تبع هذه السبل وربما من السبل تهتدي إلى السبيل ولكن خص المساعدات خص المتابعة خص الإشراف الطبي خص المواكبة للأسف الشديد أن جمعية الرحمة يعني تفتقر إلى كل هذه الإمكانيات جمعية الرحمة لحد الآن يعني لا تزال تنتظر منحة لتعطي الأجرة لمن يشتغلون تعطي الأجرة لمن يشتغلون والذين لم يتقاضون أجرتهم لمدة 4 أشهر الجميع لم يتقاضى أجرة لمدة الجمعية تشتغل والبارحة وريت لكم أن عون قضائي جاي ماشي عون واعد نتاع الدعوة تاع محامي أننا مطالبون بأداء 2 مليون تقريبا و 200 تاع الكرامة ما مخلصيناش لواحد الجمعية تاع بوشار اللي كانت مساهمة وكان عندها السبق أنها وصلتنا لرقم 19 في هذا الإفطار الرمضاني المبارك وتخرجوا بها تلاميذ اللي كانوا أطفال تما وأنا بداتي كنت نقريهم تما المسرح كنت نقريهم الرياضة كنت نقريهم الحروف كنت نقريهم العربية كنت نقريهم الفرنسية وكنت متطور والحمد لله اللي طلعوا هنا يعني تلاميذ في عندهم امكانيات باش انهم يواكبوا الدراسه ويواصلوا المسارات الدراسيه ديالهم يعني بواحد الشكل طبيعي وما فيش صعوبات يعني راه كون نجيو نحطوا يعني المعلومات حول الجمعيه راه هادشي اللي كنديروه وسط واحد المجموعه من 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 العراقيل لان خوتي حنا رانا ما نقدوش احنا والله ما نقد انا نقول لكم انا بداتي والله ما نقد اراه اقسم لكم بالله الذي جل وعلا ما نقد وسط عمالقه وديناصورات في العمل الخيري يا ليت ما كون ما يجمعوه يترجم على ارض الواقع لانه راه حتى اللي كيبان على ارض الواقع من مؤسسات وكلش كتجبر بان الدوله هي اللي كتبين داك الشيء وليس العمل الخيري وانما الامكانيات والهبه تاع الدوله والامكانيات والهبه تاع وزاره الداخليه ومن وراءها والمؤسسات ومن وراءها هي اللي كتعلم من داك العمل الخيري من داك الانجاز ديال بعض الديناصورات اللي كتشتغل في العمل الخيري بعض الغوال كبار ما نقدو لهمش حنا خوتي فعلا كيعطيو للبلاد ويعطيو يعطيو لمدينه بركان ولكن يا ليت كون يعطيو 100% وماشي كلهم فيهم وفيهم كما في المعادن هناك حديد وهناك ذهب وهناك رصاص وهناك زئبق وهناك الماس وما اكثر المعادن كذلك في العمل الخيري الاجتماعي
كاين، ولكن حنا في اقليم بركان يعني التواجد ديالنا وسط هاد الناس حنا لولا يعني في عمل جمعيه الرحمه، لولا المؤسسات، لولا المؤسسات الهولنديه حنا ما نقدوش نشتغلوا، ما نقدوش الزعوم بان كاع النتائج اللي دارتهم جمعيه الرحمه اللي هاد الخيمه هي الاستمراريه للفلسفه بين قوسين كلمه فلسفه نتاع جمعيه الرحمه في خدمه الطبقات الهشه والطبقات الفقيره والطبقات التي تعاني من الامراض العقليه والنفسيه والطبقات التي تتعاطى لماده الهيروين وحتى يا اسفه لماده البوفا التي هي الان دخلت الى مدينه بركان حسب ما وصلتنا من اشاعات والله اعلم، لاني ذات ليله في شارع لاحظت شخص وحسب ما رايت في فيديو على الانترنت بان ذلك الشخص الحركات والايماءات والجيستيكولاسيون ديالو اللي كان كيقوم بهم يعني كانت تدل على انه ربما متناول لماده الفوفا او البوفا او كما يسمونها والله اعلم. اذا الجمعيه تعدد اشتغالاتها في هذا المجال، والحمد لله ان هذه الخيمه وهذه الحريره وهذا الدجاج والبطاطا وهذه يعني حاليا اننا كنهضر على هذه الخيمه حاليا بانوا جوج تاع المحسنين اللي تعاونهم مع الخيمه دونهما وبان واحد ثاني محسنين اخرين تعاونوا معنا يمكن واحد ب 100,000 وواحد بشي 50,000 دون هذين الشخصين، ماشي انه من الضروري تعطيه المال ولكن من الضروري تجيب المعقولات، ولكن حنا كنشوفوا هاي المعقولات البطاطا وكلش يعني حاليا كنخدموا بما قدم لنا رجال السلطه جزاهم الله كل خير، ويدخل هذا في صدقات للمساكين في اطار المحجوزات. نتمنوا اننا غدا يجيو ناس الله يرحم لكم الوالدين، يجي شي واحد يدير ثلاثه تاع الدجاجات، يجي شي واحد يدير 5 كيلو تاع اللحم في الطبسي، يجي شي واحد كيما العام اللي فات حولي مشوي، كاين ناس ديروا الخير ماشي ديروا هذا الاحسان، ديروا عطيو للناس تاكل باش يمكننا نواصلوا هذا العمل ونواصلوا هذا الجهاد الوطني. وحنا انا كرئيس للجمعيه ومعايا الفريق ديالي حنا تعودنا على هذا الشيء، ولا فينا لكل امرئ من ظهره ما تعود وعادته سيف الدوله الطعن في في في, في العيده، يعني تعودنا على هذا العمل وتعودنا على هذا النشاط وتعودنا على هذا الدار المباركه مولاتها في الخارج، ربي يطول لها في العمر ويحفظ لها البنيات والابناء والحفده وربي يضويها عليهم كيما جا ذاك الولد ديالها وضواها، وخويا فرشاش مول الكالكيري تاع الضو ثاني ربي يرحم لك الوالدين، خويا فرشاش اللي ملتزم معاه الخيمه يقول لك اي حاجه احتاجيتها من المصابيح من غيرها انا معاكم، وهالعام عاد جا السيد مول الدار يعني رفد على خويا فرشاش واحد كذلك السيد المدير تاع المال اللي دارنا المال السي غانمي جزاه الله كل خيرين، الناس اللي كيتعاونوا يعني الحمد لله راه كاين ناس تاع الخير، كاين ناس اللي في صدجة الاطفال، كاين ناس اللي يعجبهم هكا هذا، وكاين ناس اخرين اللي يعجبهم يديروا عمل اخر، وكاين ناس اللي عندهم افطار يعني بادئ، كاين الناس اللي ما تقدش تشوف هذه الماء، ما تقدش تشوف هالطابله، ما تقدش تشوف الكحوليه ديال النار على السيما، تشوف واحد 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 الفخار غالي، تشوف واحد الرخام غالي، تشوف واحد المأكولات اخرى، ما تشوفش هذه البطاطا بهذه الطريقه تاع تفره تاع طفره هذه البطاطا زينه ومعطره ورطبه وطريه وجديده وتحط فيها صبعك تربص وفوقها دجاجه، يعني كاين الحمد لله الناس كتاكل هنا كتاكل بعدا حوايج نقيين، كتاكل حوايج سخان توالفوا معنا، يعني اربعه تاع الطوابل تاع النساء 40 فيهم طابله تاع لي زافريكان، تقريبا 30 طابله تاع الرجال ها 300 باينه 10 حاسبينها، يعني الحمد لله كاين يقبل وغاديين حنا موالفين، وكاين كذلك حتى حنا نديروا الاحسان، عندنا واحد العدد ديالنا اللي كنخرجوه العائلات اللي كنعرفوها حاسبينها، وكتكلفنا شي مرات واحد تقريبا المجهود تاع كلفنا الخمس اللي كنديروه هنا، يعني هنا اربعه اخماس والخمس كيخرج على برا بواحد الطريقه اللي كنشتغلوا بها بسريه تامه وبهدوء تام، وكنكونوا كملنا ذاك العمل ديالنا قبل صلاه العصر اللي يدي خضر ذاك الشيء يدي خضر، والحمد لله يعني العمل موفق
نعرفوا عندنا اللوطو السياره ديالنا وعندنا سياره اخرى كبيره راه عند العمل الحمد لله عندنا اللوجيستيك ديالنا ديك السياره الكبيره مازال ما اشتغلناش بها وكنشتغلوا في هذا الاطار السي ما عندناش عدد كبير يعني دون حوالي يفوت ال 50 واحد العدد دون اصابع اليد اليد الواحده والحمد لله يعني الناس الحمد لله الناس دايره هنا المجهود ديالها على حسب الاستطاعه ديالها والناس هنا الحمد لله موفقه انها تفطر بالمجموع اللي برا واللي داخل واحد 410 لحد الان وصلها اللي كتفطرها يوميا وهذا راه ماشي عدد هنا داخل الخيمه كتفطر واحد 350 وتفوت هذا العدد يعني الحمد لله كاين مجهودات كاين دجاج يوميا البطاطا هكا البطاطا ديري سمعك باش تشوفي تورينهم البطاطا كي دايره هذا مزيان شوف البطاطا قاصحه طفرت راك دير يدك تولي حريره تولي حريره ودير ولا مازال مازال ما ود داك السيد قول له يكحل ديك المراه حتى واحد البنت راه واقفه زيد لها كرسي ديرها معاهم واخا 10 زيدها معاهم ديرها 11 قول لها اختي الطواب ما بقاوش صافي طابلة من الساعة دير ولا اعطيها كل اعطيها واخا صندوق دير لها فوقه هادي هاك دير لها فوق الصندوق هادي هاك 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 دير لها هادي فوق الصندوق هاك سلك هاي ارسلك هاك قرباوي هاو هاديك اللي ما عندهاش دير لها الصندوق اعطيها هادي هاك هاك يا قرباوي هاك اعطيها دير لها فوق الصندوق سلك هادي راه ديرها مع 10 حياة ما 11 والحمد لله اخوتي العمل الحمد لله كيتمشى في التواضع ديالو كيتمشى في البساطة ديالو كيتمشى في العفوية ديالو ما عاديش نقول لكم لأن الصورة غنية عن كل وشم الصورة كما يقال في السيميائيات الصورة لها وشم ووشم الصورة عندنا هو هذا الماء النظيف هو الماء نقي وهو هذا العتاد من طنجرات ومن قصعات ومن يعني هذا العتاد يعني هذا العتاد يعني الفقير جدا هو هذا الدار القديمه المملوءه بالبركات والممروءه بالصلوات والمملوءه بالاجتهاد والطيبوبه هذا الدار اللي ما تخليناش عليها وهذا الفارق اللي حداكم وهذه المأكولات البسيطه ما هي كافيار اسود ما هي ذاك الحوت اللي دار كيبو قرونس اللي يدير من يولي الكيلو ما هي ديك العسل ديال الهيلامايا الغالية ولا القهوة التي هي موجودة في 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 برازيليا ولا هي من المأكولات النادرة التي أرى تختلف طرق الشرب والشرب واحد كما قال كلود ليفي-ستراوس ديما نقولوها واخا المياه الماء في الحقيقة لا لون ولا طعم ولا رائحة لها ولكن للأسف الشديد ظهر هذا الهم ديال 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 الكوارث البيئيه وظهر هذا الهم ديال التسابق على تعليب المياه المعدنيه والغير المقيه المعدنيه المصفاه وتخربط الماء الماء ولا عنده رائحه والماء عنده ظهرت هذا التكالب على البيئه والبيئه المستدامه من طرف ناس اللي ما عندهمش اخلاق ولاو الاوديه اللي كانت مياه وصافيه جاريه يعني ولات مياه ماشي صافيه ولا كما يقولوا لا 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 ظهرت ما ظهرت اشكالات وظهرت مشاكل اخرى. اذا خوتي الواقع تاع الخيمه هو هذا، ما نحتاجوه فيما تبقى من شهر رمضان هو ناس بسطاء ابرياء يتعاملوا معنا بفي سذاجه الاطفال وما يسمعوش لان اصلا الرجل النقي التقي اللي عنده فكر ما محتاجش انه يحتاج واحد اخر يوري له وهذيك الجمعه فيها الشلاهبيه وهذيك الجمعيه فيها الشفره وهذاك اروح عند فلان وراه اللي يجي يوري لك قول له خويا الله يرحم الوالدين شكون انت هل انت ملهم كما القديس يوحنا ولوقا ومرقس ومتى هل ألهمك الله لتقول لنا الحقائق شكون انت ام انت صوفي قمت بجدل صاعد وجدل نازل وانك غارق في الفيوضات ومحلق فوق الومضات وتعرف كل شيء وانا جالس ننظر عليك كما في فيلم أميطاباشون نصفه اسود ونصفه ابيض اللي شاف دوك الفيلم تاع أميطاباشون واحد وزوج وثلاثه أميطاباشون في دفاع عن القيم في افلام رائعه بهذه التقنيه التي تعتمد السواد بهذه الطريقه هكذا اللي شاف دوك الفيلم ولا يعرفها زيدان اذن خوتي الله يرحم الوالدين ديال الباقي جيبوا لنا الخبز والخبز راه مين جيبوا لنا اون براك
الله ينصرو الله ينصر سيدنا الله يطولو في العمر يعيش قرنو و 17 عام ولا قرنو 10 مليون بالعالمين. الله ينصر الملك و سيدنا له استمرارية في الحسن في مولاي الحسن ونظرت ما بين النظرة ما بين محمد السادس والحسن والحسن ومولاي الحسن الأمير النظرة بيناتهم شوف اللي دارها مولاي الحسن فواحد اللقطة في محمد السادس نصره الله فيها واحد البعد ما يفهموه غير الناس الكبار كيفاش شاف مولاي الحسن في محمد السادس واحد اللقطه شفتها في التلفزيون كيفاش ديك الشوفه قسما بالله الا فيها واحد العمق واحد العمق واحد الدلاله قويه تدل على اننا باذن الله مطمئنون سالمون وان شاء الله تزيد تحسن الاوضاع اللهم من يا رب العالمين ويتم القضاء على الفساد لان المشكله تاع المغرب هو استشراء الفساد كاين قضاء على الفساد اللي بلاد تمشى ان شاء الله واش اخويا الله يا ربي عقاول عاد معانا رجوله كيبانت لك الدعوه لداخل اخويا عقاول شوف انا شوف انا من كان مقاد طواب كل واحد وا كل من يكون واحد هاك بد الله انا جاي روح فرون عمري عمري عند لي طوب 16 الحمول هذاك راه ما فيهش دجاجه ولا داو هاو ما فيهش هاو واحد ما فيهش دجاجه فين راه ما فيهش دجاجه هذاك الله يهديك راه طارت واه فين راه وين نشوف فين البطاطا تما وين نشوف فين واه شحال جاب تما هذيك اليدين تاع الماء حتى الغدا قال لك صدق على الوالد مسكين شحال تما تاع الماء اللي جاب يد زوج ثلاثة أربعة واحد يد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 ياك زوج أربعة ستة سبعة 14 هادو غدا يتفرقوا 14 ضربها 14 فاش ثلاثة ستة 12 هاد وحدة خاص واه معليش واه إذن غادي نختم في واحد دقيقتين أو ثلاثة خويا عكاوي وي خاتي مالك واش تبغي جابو؟ الزرق والأحمر ما جابتش ما جاب والو وي على كل حال لما الانسان يكون جا للجمعيه بحال هذه والخيمه بحال هذه ويلقى 50 طابله عامره وكل طابله 34 بالضبط 34 34 انت راك واه صح كاين اللي واقفين يجلسوا هذا كيكون 30 40 20 وعاد وانت راك درتي راه كميست كي شفت بزاف الغاشي قلت 50 طابله بالعدد يعني للدلاله على الكثره العدد العدد كبير كتلقى كل واحد بالزلافه ديالو ولا بالغرفيه ديالو ديال الحياه والعشره موجود وموراه يتعشاو هكا يتعشاو مباشره وتلقاهم غاديين مطمئنين فرحانين الهدوء الهدوء وفعلا وكاين واحد الهدوء حتى من ناحيه ديال المواطنين والمواطنات اللي جايين هنا كاين هدوء كاين تنظيم كاين لقاء اخوي وين البركه تاع الله نعم قلت كاين البركه تاع الله والله واحد ما يهضر معاهم واحد ما يتكلم معاهم كلش يديروا راسهم راه كاين اللي نشتهم اللي جاوا معطلين كيفوتوا مباشره هنا كيعطوا لهم ديك البركه اللي موجوده يمشيوا للطابله المساكين على كل انا اجدد النداء الاخوان والاخوات سواء في بركان او خارج الوطن راه شحال ما قلنا لكم ونعاودوا نقولوها راه ماشي بالضروري تصيفطوا الفلوس راه الا بغيتوا العائلات ديالكم شي واحد من العائله تصيفطوا له الفلوس ويمشي يصرف اللي بغى اما يوصلوا هو واما يتصل بالجمعيه راه غادي يجي بالطوموبيل تما تديه احنا اللي كتسالونا هو الامانه ديالكم البركه اللي ساهمتوا بها غادي توصل عند مواليها مباشره. شكرا. انا كاين الاخوان من جبتهم واحد من هولندا حاجه الى ذكر اسمه طلب مني نوصل الامانه اتصلت هنايا في المكتب قلت لهم اشنو هو اللي خاص هذا النهار اللي ناقص لما قالوا لي يا ودي هاللي خاص
مشيت لانكرو شريت ديك المسائل كاملين وعيط لهم جاو داوهم من تما بلانكرو. اذن اللي ما عندوش شكون يتكلف حنا نتكلفوا، واللي عنده اللي يتكلف يمشي يشري هو. حنا تسالوا لنا الطيابه كاينين، السربايه كاينين، التوقيت كاين، المغرب في الوقت، العشاء ديالهم في الوقت، ومن بعد ثانيه كاين الاخوان والاخوات المتطوعين باش يغسلوا كل شيء. هاد الامور اللي راكم تشوفوه هنا راه ما كاينش غير هادو، كاين حوايج اخرين، بمعنى راه خصنا الصابون، خصنا هذه، خصنا هذه، خصنا هذه. ونتمنى ان شاء الله التوفيق لهاد الدوره نتاع هذا رمضان الى رمضان المقبل، وان شاء الله تكونوا سمعتوا النداء ديالنا نتاع المساعده ديالكم. وشكرا لكل من ساعد سواء في مدينه بركان او خارج مدينه بركان او خارج الوطن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى من جديد. الله يرحم الوالدين خويا عكاوي. اذن خوتي احنا في الخاتمه، السي عكاوي فعلا حتى هو جابنا المساعده ديالو على حسب الصيام، الايام اللي كان لنا يفطر في رمضان، وخصصنا الافطار ديالو داخل الخيمه الرمضانيه. جزاه الله كل خير، له الشكر وله التقدير، انه كما وكاين اخواني كذلك اللي فطروا مرحبا بهم ويجيبوا لنا المساعده ديالهم تاع الافطار، ولو ان فاش ما كانت مقدره في 20 درهم فاش ما الجمعيه محتاجه لهذه المساعده والمأكولات. مرحبا بكم خوتي داخل جمعيه الرحمه للايواء، مرحبا بكرمكم لصالح هؤلاء المواطنات والمواطنين. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.